أنا جوزي اسمه عمر حمود، ما عمل أي جرم ولا بحياته أذى حدا أبداً أبداً. جرمه الوحيد إنه جاب معه دخان، هو يدخن، ما أذى إنسان لأنه عم بيهرب وله كل أوراقه بتركيا، وأنتوا بتعرفوا كل شيء بتحسنوا تطالعوا إذا بدكم تشوفوا إنه جوزي ما عمل شيء بحياته ولا أذى حدا. وعندي أولاد أنا مرضانين، ليش لحتى تسافروا لجوزي وهو ما سوى شيء أبداً؟ أنا عندي ولدين مرضانين وبنتي بالمدرسة، وأنا قاصر ما عندي حدا هون يساعدني. يعني بأي إنسانية ولا بأي حق بتسافروا لي هيك جوزي بغصب عنه تحت الضرب؟ هو ما وقع ولا بصم ولا أي ضرب، وقتلوا وسفروا بغصب عنه. هاي مو إنسانية وهاي مو حق لاجئي، مو لأن سوريين هيك بتعملوا فينا. حرام عليكم، وإذا نحن سوريين بس إنا حق كمان، مو متهددين إذا بنطلع الدكان ما من السجر تمسكوه بتقتلوه بتسفروه؟ هذا بيصير؟ والله ما بيصير، هذا مو حق، مو لأن سوريين هيك. عندي اثنين قصر مريضين معاقين، كل يوم بدي اروح على المشفى، ابني بتجي حالات اختلاج بيقتلني وبيضربني اذا ما كان ابوه هون. هذا حق تسافروا لي اياه؟ والله مو حق. خجاسن اسمي عمر حمود خجاس. مؤتمر اليوم طبعا بما يتعلق بتجمع حقوق اللاجئين السوريين كان قائم على ثلاث محاور أساسية. المحور الأول هو بما يتعلق بعمليات الإعادة القسرية اللي باتت تنتهجها رئاسة الهجرة خلال الأشهر الماضية بحق اللاجئين السوريين المتواجدين في تركيا. النقطة الثانية يتعلق بواقع اللاجئين السوريين في مراكز الترحيل وفي مراكز الإيواء المؤقت، وتحديدا في مركز الإيواء المؤقت أبايدن في هاطاي. المحور الثالث بما يتعلق بمناطق الشمال السوري، حيث تعتبر مناطق الشمال السوري بناء على تقارير تابعة للأمم المتحدة وأيضا تقارير منظمات غير حكومية مستقلة بأنها مناطق غير آمنة.